ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الارتقاء في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا، كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقرب 16% وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46% إلى غاية شهر أغسطس الماضي. وقد ساهمت هذه التطورات في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة تمثل 7 أشهر من الواردات. ورغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1% بعيدا عن النسبة المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة، وكلها مؤشرات تبعث لله الحمد على التفاؤل والأمل ولتعزيز الثقة عند المواطنين والأسر وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. Thank you.